السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. اليوم بدي أشرح لكم تحدي إطلاق الصواريخ بثلاث أماكن على الشواطئ. التحدي لسه عندي ما فتح، ورح أعرضه قبل بوقت، قبل ب15 ساعة من وقته على حسب التسريب، اللي هو رح يعطيك الجلادر 2020 اللي انتو شايفينه أمامكم على الشاشة. التحدي بسيط، هو عبارة عن ستيج 1، بدك تفتح الجوارب كالعادة بالفيزيت لودج، بتفوت على اللودج وبتفتح الجوارب. بعد هيك بيطلب منك انك اطلق صاروخ واحد من 3 صواريخ موجودة بالماب. ال3 صواريخ موجودة بالماب اللي هي اماكنها على الشاطئ. يعني هلا انتو شفتوا شلون شكل الصاروخ، عرضته قدامكم بالصورة، يكون هيك شكله. مجرد ما انت تروح لعنده وتدوس ايه مثلا، بيطلق الصاروخ، وهيك انت بتكون خلصت المهمة. انت بدك تطلق صاروخ واحد من اصل 3، وال3 موجودين بشواطئ، رح اعرض لكم اياهم هلا على شاطئ شاطئ وين موجودين. وهيك بتكونوا خلصتوا الستيج 2 تبع مهمة اليوم ال15 تقريبا، هي على حسب التسريب. خليكم مع الفيديو تشوفوا الاماكن وين على الشواطئ. اصدقائي، مكان الصاروخ الاول هو بهاي المنطقة هون بهاي المدينة، بتلاقوه موجود من هون المنطقة لهي المنطقة لهون تقريبا لعند هاي الكام فاير، بيكون موجود هون على هذا الشاطئ. بيكون صاروخ مثل ما موضح امامكم بالصورة، مجرد ما انك تدوس عليه ايه هيك انت بتكون اطلقته وخلصت المهمة. ورح اعرض لكم المكانين التانيات. اصدقائي، المكان التاني هو عند سويتي بالمنطقة هاي، بتلاقيه هون على هذا الشاطئ هون الصاروخ، بتلاقيهم بهالمنطقة هاي هون مثل ما معروض معكم بالصورة، بتشغله وبينطلق وبينفجر بالسماء، هيك انت بتكون خلصت المهمة. هو المطلوب منك انك انت تشغل صاروخ واحد من 3. هاي هون في هون الصاروخ الثاني، وعرضت لكم الصاروخ الاول، ورح اعرض لكم الصاروخ الثالث وين مكانه. رح يكون موجود بهالمنطقة هاي هون بهذا الشاطئ، بهذا هون المكان، هون هي هذا المكان، هيك بتلاقي الصاروخ بتطلقه وبتخلص التحدي. هو للتذكير، هو مجرد ما انك تطلق انت صاروخ واحد، وانا افضل انكم تروحوا على سويتي اللي هي هون، يكون موجود هون، هذا اكتر مكان رح يكون يعني اسهل شي عليكم. بفضل انه تروحوا وتخلصوا هاي المهمة بالمكان هذا التاني اللي انا شرحته عند سويتي. وهيك بنكون خلصنا شرح اماكن كل الصواريخ بالماب لتحدي اليوم 15 او 15، لحتى تربح الجلايدر 2020 يعني معروض امامكم بالصورة. بس استفدت من الفيديو صديقي، يا ريت ما تنساني من الاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل جديد، والاشتراك بالقناة مشان كمان بدي اعمل سير جيف اوي على السيزون الثاني، بس لسه ما نزلت الشرح عنه. رح اعمل جيف اوي ان شاء الله عن سيزون 2 اللي بده ينزل خلال كم يوم بهالايام هي الجاية بالسنة الجديدة. وشكرا على المتابعة، وبامان الله.